أحبائي الصغار، السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتابي في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة قراءة حرف الراء. اليوم سوف نتعرف ونكتشف حرف الراء. إذن هذا هو حرف الراء، هذا حرف ماذا؟ حرف الراء. احسنتم. قبل ما نبداو الحصه ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا، ومتابعه الحل من اللي مشترك عندي، فشكرا جزيلا له او شكرا جزيلا لها. على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا الصفحه 21، اذا الوحده الاولى مجال الاسره بطبيعه الحال. السؤال الاول، اكتب علامه في إذا سمعت الحرف راء أو الصوت راء. أكتب علامة في إذا سمعت الصوت راء. المطلوب مني هو أن أشاهد هذه الصور، وكل صورة إذا سمعت فيها الصوت راء أضع هذه العلامة تحت الصورة. مفهوم؟ إذا ما هذا؟ ما هذا؟ هذا برميل. اكتبوها باش تبان لكم. هذا برميل. هذا برميل. هذا برميل. هل سمعتم الصوت راء او الحرف راء؟ بر ميل. بر، نعم لقد سمعت الصوت راء. إذا سوف أضع علامة في داخل هذا المربع بهذا الشكل. جيد. ما هذا؟ هذا دلون. اكتبوها دلون. هذا دلون. دلون. صمتوا لي مزيان. دلون. هل سمعتم الصوت راء؟ دلون. لا، لم أسمع الصوت راء، إذا لن أضع علامة في هذا المربع. ما هذا؟ هذا غربال. غر بالن. هذا غربال. غربال. هل سمعتم الصوت راء؟ غر غر غربال. أجل، لقد سمعت الصوت راء، إذا سوف أضع علامة في داخل المربع تحت صورة غربال بهذا الشكل. جيد جدا. الآن ننتقل إلى النشاط الموالي. ألون المقطع الذي فيه حرف الراء. ألون المقطع الذي فيه حرف الراء. إذا في هذا النشاط هذا وفي التمرين، المطلوب منا هو أن نلون المقطع الذي سمعنا فيه حرف الراء أو الصوت راء. إذا ما هذه؟ هذه مغ را ف تن. مغ نكتبوها باش تبان لكم. مغ را ف تن. مغ را فتن. إذن أين هو المقطع الذي سمعنا فيه صوت راء؟ إذن مغ المقطع الأول، وهذا مغ. المقطع الثاني هو راء. المقطع الثالث فا. المقطع الرابع تن. إذن سمعنا الصوت راء في أين؟ في المقطع الثاني. مغ راء. مغ راء فا تن. إذن سمعنا الصوت راء في المقطع الثاني. سوف نلونه هذا المربع، أي المربع الثاني، لأنه بالشكل هذا
جيد، أحسنتم. ثم الصور الموالية، رجل، المقطع الأول، المقطع الثاني، لن، المقطع الثالث. إذن أين سمعنا الصوت راء؟ راء جو لن، هل في المقطع الأول أم المقطع الثاني أم المقطع الثالث؟ راء جو لن. إذن سمعنا الصوت حرف صوت الراء في المقطع الأول، راء راء. إذن سوف أقوم بتلوين هذا المربع. جيد، المشكل. إذن ما هذا؟ هذا بحر، بحر. إذن المقطع الأول هو بحر، المقطع الثاني رن، بحر رن، بحر رن. أين سمعت الصوت راء؟ هل في المقطع الأول أو في المقطع الثاني؟ بحر رن، بحر رن. جيد، إذا سمعنا الصوت راء أو الحرف راء في المقطع الثاني، رن، بحر رن. بالشكل هذا نقوم بتلوين المربع. أحسنتم، جميل. الآن ننتقل إلى تمرين الموالي أو النشاط الموالي. أشطبوا الدخيل، أشطبوا الدخيل بمعنى سوف أضع علامة في فوق الحرف الدخيل، أي فوق الحرف الذي لا يشبه الحروف الأخرى، يعني الحرف الذي لا يشبه الحروف الأخرى سوف أضع علامة في فوقه أو أشطب عليه. إذن هنا نحن في صدد دراسة حرف الراء، نحن ندرس ماذا؟ حرف الراء. إذن أي حرف لا يشبه حرف الراء سوف أشطب عليه. لدينا هنا ب لا يشبه حرف الراء، سوف أشطب عليه بهذا الشكل. ثم هنا لدينا حرف راء، حرف راء، حرف الميم كذلك أيضا هو حرف دخيل، سوف أشطب عليه. حرف الراء، حرف الدال، هذا حرف الدال، هذا حرف دخيل، سوف أشطب عليه أيضا. حرف الراء، حرف الراء، ثم حرف الراء. أحسنتم. إذن أحبائي الصغار هكذا كنكون سارين الحصة اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.